ينبغي على الإنسان أن يصاحب الصالحين حتى لو لم يكن مصاحبا لهم دائما، بمجرد أنك تعرفهم، بينك وبينهم ولو علاقة يسيرة، مكالمة أو رسالة كل أسبوعين وثلاثة وشهر، فإنك تنتفع بهم يوم القيامة. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قول الله جل وعلا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فقال الحسن البصري رحمه الله: هذا يكون في يوم القيامة، إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة ودخل أهل النار إلى النار، فإن رجلا من أهل الجنة يقول: يا ربي أين صاحبي فلان؟ أين صديقي فلان؟ لا أراه معنا في الجنة، فيقال: هو في النار. فيقول هذا المؤمن: يا ربي يا ربي لا تكتمل لذتي بالجنة إلا بوجود صديقي فلان معي، فيأمر الله تعالى بذلك الصديق فيخرج من النار إلى الجنة فيدخلها. فإذا دخلها يقول أهل النار: من شفع له؟ من أخرجه؟ عنده عمل صالح؟ فيقال: لا، أبوه شهيد، أخوه شهيد، لا، شفع له الأنبياء والمرسلون، لا، فمن شفع له؟ قالوا: شفع له صديقه الصالح. عندها يصيح أهل النار ويقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة، فلو أن لنا كرة، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يا ليتنا نرجع للدنيا على الأقل نتعرف على بعض الأخيار.